جود مورجن، صباح الخير ولادي وبناتي طلاب سنة تانية سنة. والنهاردة معدنا مع الحصة رقم 2 على اليوتيوب اللي هنبدأ فيها منهج سنة تانية ثانوي، أهم حصة في الترم كله النهاردة. 1، يلا يا عسل يا قمر، قوم هات كشكول الألماني اللي اتفقنا عليه، هتجيب لي أقلام كذا لون، فنجان القهوة الجميل، كتاب طب، ملزمتك اللي طابعها بي دي اف او ملزمة حضرتك اللي شاريها، واقعد اتفرج معايا. حصة النهاردة تمثل في المنهج قد ايه؟ انا هشرح منهج سنة تانية ثانوي يا جدعان في 8 حصص، وحصة النهاردة تمثل من المنهج تمن المنهج، يعني من الاخر حصة مهمة. هتعمل ايه يا هر النهاردة؟ ركز، انا هعمل ايه. اول حاجة هعملها النهاردة هجيب لك فيديو قصصهولك كنت عامله لطلبة سنة أولى ثانوي، بحفظه فيه الأرقام لتصالن الأرقام من 1 لـ100. هتمسك الكشكول وتقعد تكتب وراي الأرقام وتحفظها، لأن خلي بالك في سؤال في امتحان تانية ثانوي على الأرقام، وخلي بالك إن إحنا عندنا درس الساعة محتاجين فيه الأرقام، تمام؟ وهشرح معك الأرقام بالظبط في 15 دقيقة إن شاء الله بإذن الله، وهحفظهم لك كتابة وإنت قاعد معايا. نمرت صفاي رقم 2، يبقى أول حاجة الأرقام. نمرت صفاي رقم 2 هتعمل إيه يا هر؟ هشرح الجراماتيك بتاع درس 5 كله. إيه درس 5 ده يا هر؟ والله لا أضحكك، منهج سنة تانية ثانوي أصلاً هما درسين، درس 5 ودرس 6، ودرس 7 هناخد نص الدرس بس. تخيل النهاردة أنا هشرح جراماتيك الدرس 5 كله، يعني معنى صح نص جراماتيك المنهج هيتشرح النهاردة. 3 دروس رئيسية، تصريف الأفعال والأفعال المنفصلة وحروف الجر الزمنية الـ6. درس دسم النهاردة، الحصة كلها جراماتيك. وخلي بالك استراتيجية الهير دايما بيشرح الجراماتيك في الأول، لأن الجراماتيك هو عصب الدرس نفسه. هتشرح الجراماتيك في قد إيه يا هير؟ في 60 دقيقة، ساعة. هشرح نص جراماتيك المنهج يا جدعان في ساعة بالحل والتدريب، وركز معايا، وهكتب معاك النهاردة ما يقرب من 30 جملة ألماني عشان المقالي وموضوع الإنشاء اللي هيجيلك في الامتحان. اوعى الهر يكتب جملة انت ما تكتبهاش وراه، ربنا يحاسبك عليها لان ربنا شايفك. لازم تكتب الجمل وتحفظها عشان تطلع للسنة الجاية قوي. اشتحك. رقم 3، هصحح معاك الواجب في طب، والنهاردة الواجب حوالي 6 ورقات هصححهم في 30 دقيقة، وتصحيح واجب النهاردة مكتوب فيه ما يقرب من 25 كلمة بمعناها وتركة، لازم يكتبوا كلهم. أنا في مساعد قاعد معايا وكتب ورايا الحصة، وشفت الكشكول مالي 10 ورقات كتابة، فالمفروض إن بعد ما تشوف الحصة دي يبقى ناتج الورق عندك 10 ورقات. يلا ندخل مع بعض، يلا نبدأ الحصة. نرجع بسرعة الاتصال الارقام بطريقه كده جميله عشان الناس لقيت لي الارقام بتاعت الالماني. اينس يعني 1، وطبعا زي ما احنا عارفين نول يعني 0، نول يعني 0، اينس يعني 1، سفاي يعني 2. الكشكول اتفتح؟ لا، قوم افتح الكشكول لو سمحت، طالما الهير كتب على السبوره حاجه يبقى انا محتاج الكشكول. يرمي الارقام مكتوبه وبنحفظها عادي؟ لا، اللي يكتب بالايد يا اولاد ما يتنسيش ابدا، عود نفسك اللي تكتبه بايدك عمرك ما هتنساه. يلا اكتب معايا الارقام عشان اخليك تحفظ الارقام كلها بتاعت الالماني بطريقه سهله وبسيطه. يلا يلا. 0 1 2 3 يعني دغاي، 4 فيا، 5 فونف، 6 زكس، 7 زيبن، 8 اخت، 9 نوين، 10 سين. حلو كده؟ يبقى 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تاني ها؟ 0 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6
7 8 9 7 8 9 10 10 ها تمام تمام حلو 11 هاجي اكتبها جنب الواحد هنا كده تبقى 1000 يعني 11 12 12 12 يعني 12 طيب عايز اقول 13 هاجي على نفس الصف بتاع التلاتة ها 3 يعني ايه بقى دغاي واروح واخد العشرة حاططها بعدها تبقى دغاي تسين شفتوا بحفظكم ازاي بذكاء 14 نفس السطر اهو فيا سين تمام كده اللي بعده طبعا المفروض تكتب كلمه واحده بس انا عشان ايه انا عارفكم فيا سين الزها فيها لحد يفترك هي كلمتين اللي بعده ها 15 فونف ها سين تمام ها 16 زيش سين حلو قوي ركزوا بقى في اللي عمله دلوقتي احنا جينا قلنا دغاية سين عادي حصل اي حاجة؟ لا خدنا الدغاي وبعدها لتسين حصلش اي حاجة طيب جينا في 14 قلنا ايه؟ فيا سين ها فونف سين بص اللي هيجرى بقى في الستاشر زيش تسين الاس دي كده هنشيلها فهتبقى بصوا بقى كده هتبقى ايه بصوا كتابتها هتبقى عامله ازاي بس هكتبها بلون مختلف يا ولاد زيش اجيب لكم قلم اكبر شويه زيش سين ايه اللي حصل شلنا الاس اللي كانت في زيكس يبقى لما اجي اكتب زيشت سين اشيل الاس من هنا تبقى زيشت سين زيشت سين زيشت سين طب بصوا كده ال 17 هيجرى فيها ايه؟ بصوا 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 زيب سين بصوا بصوا زيبت سين فين الاي ان؟ طارت زيبت سين مين فهم دماغي السم؟ انا عارف فهمتك ان زيشت سين وزيبت سين حاله شاذه بيتشال من هنا الاس وبيتشال من هنا الان صح يلا قولوا بقى معايا تاني زيشت سين زيبت سين طب نرجع بقى 18 لا 18 الدنيا هترجع تاني جميله وحلوه ولا عندنا اي مشكله تبقى اخت سين طب يلا عايزين نحفظ 19 ناين سين ولا حصل حاجه هر لو سمحت يعني 20 اهدى عليا الاول نراجع بقى يلا ها نراجع تاني نراجع تاني والله لا احفظهم لك قولوا معايا ها نول ها اين زفاي دغاي فيا فونف زيكس زيبن اخت نوين سي الف تسولف الف تسولف الف تسولف ها دغاي تسين فيا تسين فونف تسين دول عاديين ها تعالى للكوارث بقى ها زيشت سين زيبت سين زيشت سين زيبت سين ها اخت سين نوين سين طيب يعني ايه 20 هروح عند صف الاثنين ده ها تمام اختار بقى لون كده مختلف كده لون حلو كده فريحي اخضر تعالوا 7 سش ايه 7 سش دي 20 7 سش 20 7 سش طب 30 دغاي ها سش ايه ده هير مش انت حطيت هنا ست اي جي زد اي جي ليه انا حطيت اس ست احفظها كده حاله شاذه ها دغايت سيش اهي واروح حطيت لك خط تحتها يا سيدي اهو بلون مختلف اهي دغايت سيش بالاس ست ها اللي بعدها ها فيا سيش فيا سيش ها فونف سيش تمام ها فونف سيش ها زيش سيش ايه ده فين الاس طارت زيش سيش ها زيب سش ايه ده زيب سش ها اللي بعده ها اخت سش ها اللي بعده ناين سش الله يا هير سفان سش دغاي سش فيا سش فانف سش
زيش تسش. ايه اللي حصل؟ الاس طارت. زي بتسش. ايه اللي حصل؟ الان طارت. لكن اختيش نويت سيش عادية. يبقى خدنا بالنا ان دايما ال 16 و 17 دايما بيحصل كده فيها اختلافات. اروح انا جاي اقول لنفسي ايه بقى عشان ابقى عيل ناصح كده وشاطر كده، اقول لنفسي دايما ان في قلق في الحتة دي، في قلق في الحتة، في خاطر في الحتة دي، لازم اركز. تمام كده يا ولاد؟ تمام يا هر. طيب يبقى تسفانسش دي معناها ايه؟ 20 30 40 50 60 70 80 90. يلا نقولهم تاني، يلا نقولهم تاني. ها نول، ها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ها 3 10 4 10 5 10 زيش 10 زيب 10 8 10 9 10. ها يعني 20 30 بقى. ها 7 6. ها 3 6 بلس 6. ها 4 6 5 6 زيش 6 زيب 6 80 90 بالراحه. حاضر يلا. ها 70 60 30 40 50 60 70 80 90. طيب هنا لو سمحت انا عايز اقول 1 و 20. طب هو سهل ايه؟ اين يعني 1 اند و 70 60 20. طب عايز اقول 22، سهله جدا. 2 ها اند ها 7 ها 6 ها 23 ها 3 اند 20 24 4 20 5 اند 20 6 اند 20 7 20 8 اند 20 9 اند 20 ها 30 30 31 ها 31 32 الى اخره. كده احنا خدنا النهارده لغايه 100 يعني 100. يبقى النهارده خدنا الارقام لغايه 100 ونكمل بعد كده. احنا هناخد المنهج بتاع سنه ثانيه ثانوي في 8 محاضرات. تمام؟ احنا عندنا 5 دروس في سنه ثانيه. الترم الاولاني، الترم الاول عندنا فيه وحدتين، الوحدة 5 والوحدة 6 والوحدة 7، هناخد نصها بالظبط في كتاب المدرسة. الوحدة 5 دي بتتكلم عن ماين تاك يومي، والوحدة 6 بتتكلم على الفراتسايت وقت الفراغ، والوحدة اللي بعدها بتتكلم عن الحياة في ألمانيا والكورسات وكده. اللي يهمني النهاردة ان احنا اول وحدة هنشتغل فيها هي الوحدة رقم 5. الوحدة دي عنوانها في كتاب المدرسة ماين تاك يعني يومي. يعني اول وحدة عندنا، طب احنا عرفنا ان احنا هنلم المنهج كله في 8 محاضرات. النهاردة المحاضرة الاولى في منهج سنة كام؟ في سنة تانية ثانوي. هندخل في منهج تانية ثانوي ونبدأ النهاردة المحاضرة الاولى اللي بتتكلم عن ماين تاك يومي، او تاكس ابلو في يومك ماشي ازاي، او روتين يومك ماشي ازاي. قبل ما اخش في روتين يومي لازم اجيب الحاجات اللي ليها علاقه باليوم واحفظها. افتح يلا معايا الملزمه صفحه 13 زي تدغايت سين 13 وتعالوا نبدا مع بعض. واحد، اول حاجه لازم الطالب يحفظ لي ايام الاسبوع السبعه، الشهور ال 12، الفصول الاربعه، ويعرف ان كلهم اداتهم ديع. يبقى ايام الاسبوع، الفصول، والشهور اداتهم ديع. اول حاجه الفوخن تاج ايام الاسبوع، اقرا معايا: زامستاك، زونتاك، مونتاك، دينستاك، ميتوخ، دوناستاك، فرايتاك. ايام الاسبوع تاني، زامستاك اللي هو السبت، الالمان بيقولوا له اسم تاني اللي هو زون ابند، يعني الالمان ساعات يقولوا عليه زامستاج وزون ابند، والاثنين عادي مفيش فرق بينهم. تمام؟ يبقى زامستاج زون ابند، الاثنين معناهم السبت. زون تاك الحد، مون تاك الاثنين، دينستاك التلات، ميتوخ الاربع، دوناستاك الخميس، فرايتاج الجمعه. يبقى واحد، يجب عليك حفظ ايام الاسبوع. واعرف دايما ان اي يوم من ايام الاسبوع ده لو حطيت في اخره اس يديني استمرار. زي ما تقول مثلا ايه؟ زامستاكس
كل يوم سبت habe ich Deutsch، بيبقى عندي ألماني. يبقى وضع حرف الاس آخر الأيام يفيد الاستمرارية، يبقى Samstags كل يوم سبت، Sonntags كل يوم حد، Montags كل يوم اثنين. تمام قوي. سؤال بقى، انتوا دلوقتي فاتحين الكشكول وبتكتبوا ورايا الجمل اللي بكتبها؟ لا. الاقلام جنبك، كتابك وحاجتك جنبك؟ لا يا هير. بص، لو انا قاعد بشرح وانت ما بتكتبش ورايا، يبقى كل اللي احنا بنعمله ده ملوش اي 30 لازمه. انا عايز تكتبوا معايا لو سمحت، الله يبارك لكم. تمام تمام. لا تكفي الملزمه فقط، لازم الطالب قاعد بيكتب ورا الهير. يبقى واحد، حفظ ايام الاسبوع، حفظناها يا هير. محتاج حفظ ورقه وقلم. اثنين، وما تدفع، بعد ما خلصنا ايام الاسبوع لازم الطالب يحفظ فصول السنه. طب ايه فصول السنه يا هير؟ يلا انطق معايا. طبعا عارفين اي فصل من فصول، فصول السنه يعني يارزت سايتن، يارزت سايتن يعني فصول السنه، ومنات يعني الشهور. حفظوا نفسكم كده، يلا اكتبوا معايا كشكول. الكشكول يلا، ديا تاك يعني يوم، وتاج الجمع، ديا منات يعني شهر، منات يعني شهور. واحنا عندنا هنا كلمه يارزت سايت، دي يارز سايت يعني فصل من فصول السنة، يارز سايتن يعني فصول السنة. يبقى تاج يعني يوم، منات يعني شهر، يارز سايت يعني فصول أو فصل من فصول السنة. طب يعني إيه سنة بقى؟ داس يار يعني سنة، والجمع يار يعني سنين. تعالوا بقى ننطق الفصول. دا فينتا فرولينج زوما هابست. تمام كده يا اولاد؟ يبقى فينتا فرولينج زوما هابست. احنا كده حفظنا الفصول. طيب هل ممكن في امتحان ثانويه عامه يجي يقول لي الشهر ده في انهي فصل؟ ده كل سنه بيجيبوه. ازاي؟ تعال اقول لك. جم في سنه من السنين قالوا ان ليزا هتعمل رحله في شهر اغسطس، اللي هو اغسطس. وجي تحت سأل هي هتسافر صيف ولا شتاء ولا خريف ولا ربيع؟ يبقى لازم احفظ ان ديسمبر ويناير وفبراير دول فينتا شتاء، ومارس وابريل ومايو دول فغولينج ربيع، ويونيا ويوليا واغسطس دول زما، وسبتمبر واكتوبر ونوفمبر دول ايه؟ هابست. يبقى لازم الطالب يحفظ كل شهر من الشهور في اني فصل من فصول السنة. دي عايزكم تحفظوها، وعايزكم تميزوا دايما بين يوني ويولي 6 و7 عشان ما تغلطوش فيهم. طيب شكرا يا هير، احنا كده حفظتنا الايام، الفصول، الشهور. طب هل انا مقرر عليا ان انا احفظ السبيلنج بتاع الشهور؟ لا، انا عايز تحفظ بالسبيلنج يعني بالكتابه الفصول والايام، لكن الشهور كده كده انت هتعرفها بالانجليش. بس المهم عندي تعرف كل شهر في انهي فصل. اللي بعده عندنا نخت يعني ليلة، وأداتها دي متى نخت دي معناها منتصف الليل يعني الساعة 12. كل الأوقات طبعا زي ما احنا عارفين أداتها دير، يعني مثلا ما اجي اقول لك موجن الصبح، الصبح ده أداته ديع. متاك الظهر ده برضو أداته ديع. مثلا ابند المساء ده اداته ديع، يعني موجن الصباح ومتاج الظهيره وابند المساء دول اداتهم ديع. بس احنا عندنا نخت اللي معناها الليل، وميتا نخت منتصف الليل، دول اداتهم دي. اللي بعده كتبتهم لك بقى كده. تعالى موجن اللي هو من 6 ل 11، فاميتاج دي قبل الظهر، متاك ده الظهر من 11 ل 18 يعني الساعة 6، نخ متاك بعد الظهر، ابند ده المساء من 18، نخت ده الليل، متا نخت ده منتصف الليل. طيب احنا حفظنا التوقيتات الزمنية يا هير. نبدأ أول درس جراماتيك عندنا. أنا ليا استراتيجية، يعني استراتيجية ونظام في تدريس منهج سنة تانية ثانوي. إن
منهج تانية ثانوي هو المنهج اللي انت هتطلع بيه السنة الجاية تالتة ومحتاجه بشكل كبير جدا. يعني لو انا محتاج منهج اولى ثانوي بنسبة 1% فانا محتاج 99% منهج سنة تانية ثانوي. فمنهج تانية ثانوي الخمس وحدات دول الجراماتيك بتاعهم او القواعد بتاعتهم لازم تتذكر صح. فهنعمل ايه؟ دايما الحصة الاولى في الدرس نخلص الجراماتيك كله بتاع الدرس، يعني ناخد الجراماتيك كله. النهارده هناخد 3 دروس جراماتيك مثلا، تصريف الافعال، الافعال المنفصلة، وحروف الجر. ده الجراماتيك اللي في الدرس كله. واجي بقى الحصة اللي بعدها اطبق بقى بالمواقف والكتابة والقطع، بس خلص الجراماتيك، لان الجراماتيك هو العصب بتاع الدرس. نبدأ جراماتيك. اتفقنا واحنا بنراجع الحصة اللي فاتت ان انا وانا بكون جملة اول حاجة بحطها في الجملة الفاعل، والفاعل يا اسم يا ضمير، وبعد كده بصرف الفيرب. نراجع بقى تصريف الافعال، يلا افتح الملزمة بتاعتنا وتعالى نراجع تصريف الافعال. لما اجي اصرف فيرب زي فيرب كومن، مع ايش بديله ايه تبقى كوما، مع دو اس تي تبقى كومست، مع ار اس وزي تي تبقى كومت، مع اي تي تبقى كومت، مع فيرو زي وزي كومن تبقى ايه. يبقى في قاعده ثابته بتقول ان انا بصرف اي فيرب بشيل اي ان، مع ايش بديله ايه، مع دو اس تي، مع ار اس وزي تي، مع اير تي، مع فيرو زي وزي ايه. بعد ما انا صرفت فيرب كومن دلوقتي انا عايز اصرف الافعال دي. اول حاجه اوعى تحفظ تصريف فيرب من غير ما تحفظ معناه. يبقى الاول تقعد تحفظ بقى كومن معناه ياتي، غايزن معناها يسافر، ابايتن معناها يعمل، فاغن يسافر، شبغشن يتحدث، اسن ياكل، ليزن يقرا، زين يرى، نمن ياخذ. احفظ الفيرب. تعالى بقى نحل، ركزوا كده انا هعمل ايه. هو مش ايش لما بنيجي نصرف اي فيرب بنديله ايه؟ طب ما كلهم ياخدوا ايه عادي اهو. بص اللي هيجرى دلوقتي، reise arbeite fahre spreche esse lese sehen. ما حصلش حاجه. يبقى واحنا بنصرف مع ايش دايما ما بيبقاش في مشكله. طب بص الجايه دي، واحنا بنصرف مع اير، بص reist arbeitet، بس اللي خد ايه تي، خدتوا بالكم. بص fahrt sprecht esst lest seht nimmt، كلهم خدوا تي. طب بص كده مع فير وزي وزي، كلهم خدوا ايه؟ بص reisen arbeiten fahren sprechen lesen sehen nehmen. انا عايز اوصلكم لمرحله ايه، ان انت وانت بتصرف مع ايش ما تقابلش اي مشكله، كلهم بياخدوا ايه عادي جدا. وانت بتصرف مع اير انتم كلهم بياخدوا تي، مفيش اي مشكله. وانت بتصرف مع فير وزي وزي بتوع الجامعة كلهم بياخدوا ايه ان، مفيش مشكله. فين المشكله هتظهر؟ اهدى بقى كده. عند دو اير واس وزي هتحصل مشاكل في الافعال. مثلا فيرب غايزن لما اشيل منه الاي ان هيبقى اخره اس، فلما اجي مع دو اديله تي ما ادلوش اس تي، تبقى غايزت. ليه؟ في قاعده بتقول مثلا انت بتصرف فيرب غايزن ده اهو غايزن، شيل منه الاي ان اخره ايه؟ اس. انت بتصرف فيرب هايزن اهو اللي معناه يدعى او يسمى، شيل منه كده الاي ان هايز. انت بتصرف فيرب بوكسن اللي معناه يلاكم، بوكسن يلاكم، شيلين اخره ايه؟ اكس. طب انت بتصرف فيرب زيتسن اللي معناه يجلس، اخره ايه؟ ست. اسمعوا بقى الحته اللي هقولها دلوقتي دي. عندنا قاعده في الالماني بتقول لو شلت الاي ان من الفيرب لقيت اخره اس ست اللي هي دوبل اس او اس او اكس او ست، وانت بتصرفه مع دو ما تديلوش تي، ما تديلوش اس تي، اديله تي بس. ليه؟ لان هو اخره اس اصلا. يبقى تاني الافعال المنتهيه باس ست واس واكس وست وانت بتصرفها مع دو ما تديهاش اس تي، اديها تي بس، تبقى دو هايست احمد، انت اسمك احمد، دو غايست انت مسافر نخ اليكس، دو بوكسيت انت بتلاكم علي، دو زيت ست انت بتقعد هير هنا. يبقى اللي انا عايز اوصله ان الافعال المنتهيه باس ست واس واكس وست وانت بتصرفها مع دو هتديها تي مش اس تي. تمام. ابايتن ده ايه اللي حصل؟ ابايتست وابايتت. تعال اقول لك ايه اللي حصل. وانت بتصرف اربايتن ده خدتوا بالكم من حاجه؟ انك انت لما بتشيل الاي ان ابايت بيبقى اخره ايه؟ تي. طب بص بلدن
اخره دي. ميتن يستأجر اخره تي. انت واتن يجاوب اخره تي. في ايه؟ هقول لك في ايه. الافعال المنتهية بتي ودي في الالماني وانت بتصرفها مع دو وار واس وزي وإير انتم لازم تحط ايه قبل ما تحط النهاية بتاعتك. يعني لو انت جبت ابايتن تصرفه دلوقت قبل ما تحط الاس تي زود ايه، قبل ما تحط تي زود ايه، قبل ما تحط تي زود ايه. اكتب كده عندك في الكشكول الافعال المنتهية بعد حذف الاي ان بتي ودي زود ايه اللي هي ايه قبل التصريف، وبعد كده حط الاس تي تبقى ايه اس تي او اي تي. طيب تمام يا هر، عرفنا قاعدتين مهمين في تصريف الافعال. طب القاعدة الثالثة، فيرب فاغن اللي معناه يسافر، ده فيرب مستفز قوي في التصريف. بص اللي يجرى فيغست بالاوملاوت فات بالاوملاوت، ايه اللي بيجرى له؟ بياخد اوملاوت على حرف الا، يبقى فيغست فات، وده يحفظ هكذا ان فارن بياخد اوملاوت مع دوير ويس وزي بس، ما بياخدش مع كل الضمائر. اشبغيشن يتحدث، تبقى ها اشبغيشست، دي خدناها في سنه اولى سنه وخدناها المره اللي فاتت، يعني الاي تبقى اي يعني اي كده. اشبغيشست اشبغيشت يعني شيل الاي وبدلها باي انجلش زي ما بيقولوا. طيب اسم ياكل خدناها برضو المره اللي فاتت، تبقى ايست، ها الاي تبقى اي، ايست الاي تبقى اي. طب صرف لي ليزن، يقرا ليست اي اي، ليست اي اي انجلش. طب صرف لي ذهن، زيست اي اي، زيت اي اي. طب صرف لي نيمن، نيمست نيمست نيمست. بص 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 بص، الاي بقت اي والها الاتش بقت ام. بص نيمست نيمت نيمت، يبقى نيمست ونيمت. تمام قوي يا هر. طب والله لو حفظهم لك تاني، ايش بتاخد ايه، دو بتاخد اس تي، ار واس وزي تي، اير تي فير وزي وزي ان. لما تيجي تصرف رايزن اللي اخره اس مع دو ادي له تي، يلا كره. لما تيجي تصرف اربايتن اللي اخره تي هتدي له هنا اي اس تي وهنا اي تي وهنا اي تي. فعل فارن لما تيجي تصرفه مع دو اير واس وزي هتزود له املاوت على حرف الا. فيرب شبغيشن هتشيل الاي بدلها باي. فيرب اسن هتشيل الاي بدلها باي. فيرب ليزن هتشيل الاي بدلها باي اي. فيرب زين هتشيل الاي بدلها باي اي. فيرب نيمن هيبقى نيمست ونيمت، نيمست ونيمت. حلو قوي كده، حفظت تصريفات الافعال. اه يا هير حفظتها، ممتاز ابني جميل حفظهم. طيب اسمع بقى يا باشا اللي تحت هذه الافعال من التصريف عندك. بقول اول حاجه، اغلب افعال الالماني هتتصرف زي كومن، يعني هتاخد مع ايش ايه، مع دو اس تي، مع ايرو اس وزي تي، مع اير تي، مع فيرو زي وزي ان. زي فراجن، ليبن، لانن، ماخن، هورن، زينجن، شبيلن، كلهم هيتصرفوا عادي. وانا شغال النهارده في الحصه قلت عائله غايزن اللي هي الافعال التي تنتهي باكس وتست واس تست واس تاكوز عند التصريف مع دو تي بس، فاكرينهم؟ هايسن، غايزن، بوكسن، زيتسن، تانسن. تاني ها، هايسن، غايزن، بوكسن، زيتسن، تانسن. ها هايسن، غايزن، بوكسن، زيتسن، تانسن، مالهم؟ مع دو ياخدوا تي مش اس تي. عائلة ابايتن الافعال اللي اخرها تي ودي واحيانا ان، مالهم؟ هياخدوا ايه زياده، اي اس تي واي تي زي ابايتن. مين هما بقى؟ انت فوتن، بيلدن، فيندن، كوستن، غجنن، كل دول هياخدوا ايه زياده. مين بقى الافعال اللي هتاخد املاوت على حرف الا مع دو ار اس وزي زي فرن كده؟ خد عندك بقى احفظهم، قولوا معايا، شلافن، جفالن، لوفن، واشن، انفانجن، اينلادن. مالهم؟ هياخدوا املاوت على حرف الا وهما بيتصرفوا. يبقى نحفظ ان احنا هنيجي عند دول ونحط املاوت على حرف الا زيهم زي مين؟ زي فاغن بالظبط. طيب عندي افعال بقى هتتصرف زي اشبغيشن واسن، يعني هشيل حرف الاي باي. مين هما؟ ها اسن، فاجسن، تغفن،
هالفن جيبن. وطبعا لو حرف الاي هيبقى اي عملته لك بلون احمر، وهنا الاملاوت عملته لك. تمام يا هر؟ يبقى اذا احنا عندنا مجموعه من القواعد على تصريفات الافعال كلها. انا عايزك دلوقتي بقى توقف لي الفيديو وما تكملش الفيديو، وتمسك كل اللي احنا خدناه ده وتقعد تحفظه لي ورقه وقلم، ما تسيبليش فيرب الا ما تحفظه بالمعنى والتصريف. لو قلت مثلا، مثلا يعني هديك مثال، مثلا المجموعه مثلا اللي هي بتاعه الاي تي بي اي دي مثلا، مثلا هي تصريفها هيبقى مختلف فين؟ مع دو ومع ار واس وزي، صح كده ولا لا؟ اه يا هير. طيب هات مثال منه. اول فيرب كان مين؟ شبغيشن، تبقى شبغيشست. تمام. وهنا كانت ايه؟ شبغيشت. كملهم بقى كلهم وخدهم فيرب فيرب، يبقى اسن ايست، هنا ايست. يلا اكتب معايا فرجسن، يبقى فاجست، فاجست. يلا صرف تريفن، تغيف فست، فغيفت. ها هيلفن، هيلفست. ها هيلفت. ها صرف جيبن، جيبست. ها جبت. حلو كده؟ يبقى احنا عرفنا ان الايه هتبقى اي، عملنا دول نفس اللي عملناه في دول، نعمل نفس الحركه في مين؟ في بتوع الاملاوت بتوع فاغن. يعني ايه هير؟ يعني مس، تعال ها نعمله معايا، مفيش مشكله، اديني بحفظك، قاعد معاك بحفظك، بابا بيحفظك. يلا تعال، هات لي مين؟ هات لي المجموعه بتاعت فارن، هات لي الاول فارن، يبقى ايه؟ فيغست. تمام. وهنا فات، عظمه قوي. ها هات اخواته بقى، شلافن، يبقى شليفست. هنا شليفت. يلا ها كمل، جفالن، جفلست. هنا جفلت. ها اللي بعده لايفست، لايفت. فيشست. وهكذا بقى يا ولاد، كملوا انتوا مع نفسكوا القاعده دي. طب يا هير، احنا كده عرفنا درس تصريف الافعال وراجعناه كويس. يلا اسال وجاوبني، لازم كل شويه اسال وجاوبني. ها اي حاجه مع ايش بتاخد؟ ايه مع دو اس تي، مع اير واس وزي تي، مع اير تي، مع فير وزي وزي اي ان. طب يلا، لما اجي اصرف هايسن، غايزن، بوكسن، زيتسن، تانسن، اخرهم اس دول مع دو، اديهم اس تي ولا تي بس؟ تي بس. طب لما اجي اصرف اربايتن وانتفورتن وبيلدن لاخرهم تي ودي، ازود اي، ممتازين. طب لما اجي اصرف فارن بحط املاوت مع دو اير واس وزي، ممتازين. لما اجي اصرف شبغيشن واسن الاي تبقى ايه؟ اي، ممتازين. وليزن وزين الاي تبقى ايه؟ اي اي. ونمن يبقى ايه؟ نمنم. احفظ تصريف الافعال كويس. في عندنا حاجه اسمها اشكال المفرد والجمع، دي هتطلعك ياض في ثالثه ثانوي برنس. يعني ايه اشكال المفرد والجمع؟ بص، مفيش مشكلة خالص ان اللي بيعمل امتحان يجي يقول لك ايه مثلا؟ ايش انا؟ ويجي يقول لك ايه مثلا؟ شبغشة ولا شبغشست ولا مثلا شبغشت ولا شبغشة دويتش. فالطالب اول ما يشوف ايش هيقول شبغشه، دو يعني لو شلت ايش دي خليتها دو شبغشت، اير ويس وزي شبغشت. يعني لو جيت قلت لك شلت ايش دي قلت دو، فانت هتقول شبغشت. قلت اير ويس وزي شبغشت، فير وزي وزي شبغشت. الطالب ما عندوش مشكله خالص في انك تجيب له التصريف مباشر من الجدول. امال المشكله عند الطالب في ايه؟ لو لعبت معاك في التصريف. يعني لعبت، تخيل كده انت رايح تحل، جالك الجمله دي بتقول فيا مين، وداك اختيارات اشبغشت ولا اشبغشست ولا اشبغشت ولا اشبغشن دويتش. رد وقال له مونيكا. ايه اللي حصل؟ خدتوا بالكم ايه اللي حصل؟ يا هير، الفير اللي معناها من للعاقل. طب القمر عارف القاعده اللي هقولها دلوقتي،
ايه هي القاعده اللي هتقولها دلوقتي؟ هقول لك. انت عارف ان فير في اللغه الالمانيه تعامل معامله المفرد ويصرف بعدها الفيرب مع ار واس وزي؟ لا يا هير ما اعرفش. طب ما دي قاعده بيلعبوا عليها دايما في امتحانات الثانويه العامه او امتحانات تانية ثانوي، يجيب لك فير اللي معناها من للعاقل دي، ويقول لك صرف الفيرب بعدها. طب ما معروف ان فير هياتي بعدها الفعل مصرف مع ار واس وزي لو ما فيش فاعل، لان بقول مين اللي بيتكلم؟ انا ما اعرفش مين اللي بيتكلم، ما اعرفش الاجابه هتبقى ايه اصلا. يبقى تاني خلي بالك في الامتحان اللي هيجيب لك فيع فهتروح تصرف مع ار واس وزي تبقى شبغشت. السؤال بقى هنا، ايه هي الحاجات في الالماني اللي لما اشوفها اصرف مع ار واس وزي بالتي؟ يعني بمعنى صح، ايه الحاجات اللي اشوفها هجيب كومت؟ صح كده يا اولاد، اجيب كومت، اجيب هايست، اجيب ايست، اجيب هات. يعني من الاخر مين الحاجات اللي بتتصرف زي ار واس وزي؟ عد بقى معايا اللي انا هعمله دلوقتي، ايه الحاجات اللي هتتصرف زي ار واس وزي؟ عد كده. واحد، فير اللي معناها من للعاقل هاتي بعدها الفعل مصرف مع ار واس وزي. اتنين، فراو فلانة وهير فلان من غير كومة، يعني تيجي الجملة كده هير علي وما يجيبش كومة ويقول لك بقى شبريشن ولا شبريشت. فانت بتبص بتلاقي مين؟ هير علي. هل في كومة؟ لا. يبقى هعامله معاملة ار واس وزي، معاملة هو. طب صرف مع ار واس وزي تبقى شبريشت. تاني لا يلاقي فراو فلانة او هير فلان من غير كومة يعملوا معاملة المفرد، يعني يصرف بعدهم مع ار واس وزي. تمام. من اللي معناها المرء، الانسان، البني ادم، يعني من دي عندنا معناها المرء. طب هير ما انتوا عندكم في كلمة تانية اسمها ديا من اتنين ان، دي معناها ايه؟ الرجل او الزوج. واحدة تقول لك ماين من، ايه ماين من دي؟ زوجي. يبقى تاني من دوبل ان يعني اتنين ان، دي معناها الزوج او الرجل، لكن من بان واحده دي معناها المرء يعني بني ادم. ودي من الرجل. واي كلمه ارتكلها دير او داس او دي مفرد. وكلمه فاميليا العيله، فاميليا علي مثلا، عيله علي. وكلمه اليس اللي معناها كل شيء. ولما اقول لك اين كيلو وجرام ولتر، ليه بقى؟ لان اين دي معناها واحد جرام ولتر. لما اقول لك وجبه زي بومس بتستيك، بطاطس معاها ستيك، هنشم متزلط، سلطه مع فراخ، دي وجبه، الوجبه دي بتبقى مفرد. يبقى الحاجات دي لو انت شفتها هتصرف مع ار واس وزي. يعني ايه هير؟ والله لعيدها بطريقه اسهل. بصوا كده، فير ايست ولا زيند؟ ايست. فراو او هير؟ ايست ولا زينت؟ ايست. من ايست ولا زينت؟ دا من ايست ولا زينت؟ دا فاتا داس كيند دي فراو ايست ولا زينت؟ ماين فاميليا ايست ولا زينت؟ كل ده ايست. اليس ايست ولا زينت؟ اين كيلو جرام ولا ايست ولا زينت؟ بومس ميتسا ايست ولا زينت؟ يبقى من الاخر اللي هيشوف كل الحاجات دول هيصرف الفعل بعدهم مع ار واس وزي، يعني كومت، غايست، هايست، ايست، هات، شبريشت، ليست، زيت، وهكذا. اللي يشوف بقى بومس لوحدها، بومس معناها بطاطس محمرة لوحدها، او شباكيتي مكرونة سباكيتي لوحدها، يعني مش داخل وجبة، مش زي دي كده جوه وجبة. بومس متزلا مستيك دي وجبة، لا انا بقول ايه؟ بومس لوحدها، بطاطس لوحدها. التان الوالدين، علي كلنا، لويت الناس، فريان ايام الاجازة او العطلة، جيشفيستا اخواتك، اسمين علي ومحمد، بلدين اسكندرية واسوان، ايش ومونيكا انا ومونيكا، عيلة هوبرز، مولرز، فاغنرز يعني اسم عيلة اخره اس، فيلة اللي معناها كتير، اتسفاي بقى او دراي او فير كيلو جرام ولتر. الاشكال دي بقى اسمها اشكال الجمع، يعني الفيرب بنسبه كبيره هياخد ايه؟ ان او زينت. يلا، بومس ايست ولا زينت؟ زينت. التر ايست ولا زينت؟ زينت.
علي ولايتا استوى لازين زين فيريان روجش فيستر وبلدين زينت. يبقى هنا مفرد هنا جمع. الحتة دي وقف لي الفيديو وقعد احفظهم عشان هيجي في امتحان اخر السنة يلعبك عليهم. طيب حفظتهم؟ اي هنا حفظناهم. تعالى بقى نمسك الحتة دي ونتدرب عليها. يلا. فان متى نقط داس شبيل يعني الماتش. وعود نفسك كده. اي كلمة داتها دير بنعوض عنها بار. اي كلمة داتها داس بنعوض عنها باس. اي كلمة داتها دي بنعوض عنها بزي. وير واس وزي في الالماني مفرد وبياخدوا تي. تعالى. يبقى داس دهيت نعوض عنها باس. يبقى تي. اني تي. فانجت دي ولا فانجت اللي بنعوض؟ يعني فانجت ولا فينجت ده قصدي. بص عندك في الملزمه في تصريف الافعال على فيرب انفانجن اللي معناه يبدا. بصيت اه. هل انفانجن ده بيتصرف عادي ولا بيتصرف زي فيرب فارن وياخد املاوت؟ لا يا هير بيتصرف زي فارن وياخد املاوت. تبقى فينجت. اللي بعده ها اير انتم لما اجي اصرف معاها فيرب فارن هتبقى ايه؟ فات. اني فات. لا مش اللي بأملاوت. اللي من غير أملاوت. اللي بأملاوت دي تظهر مع روس وزيو. بص ارجع للجدول تاني. ها ماين إلتر والدي جمع يبقوا السن عشان جمع. ان ده في غاية سايد في وقت الفراغ فراو ليزا. هل فراو ليزا بعدها كما؟ لا يبقى اعملها معاملة روس وزيو بتوع المفرد. تبقى زيت بتتفرج على التلفزيون. فاس نقط داين فاميليا جيرن عيلتك بتعمل ايه؟ قال له كوميك. يبقى ليست بيقروا. ليه؟ لان العيلة مفرد وهتتصرف زي ارو اس وزي. اللي بعده صرف زين مع داين من. من يعني رجل. صرف زين بقى مع مفرد ها زيت. صرف فارن مع تيمو فاعتس بالأملاوت. صرف لي فارن مع انت وعمر قلت مليون مرة دو زائد اي ضمير او اسم انت في دماغك اير اللي معناها انتم. يعني لما تيجي تصرف بتصرف مع اير اللي معناها انتم. تبقى فات. تمام. يبقى دو واي حد تبقى اير انتم. طب لو قال لك ايش زائد اي حد تبقى فيا اللي معناها نحن. يعني الفيرب بنسبه كبيره هياخد اي ام لكن الفيرب كان بياخد تي. اللي بعده فيا ياتي بعدها الفعل مفرد يعني متصرف مع ار واس وزي حتى لو الاجابه جمع. يبقى نمت. مين اللي خد الكتاب؟ قال له اليكس. اليكس ده اسم ولد. داينيجش فيستر يعني اخواتك واخواتك جمع والجمع بياخد دايما ايه ان. تبقى نيمن. وبلومين يعني ورد واخواتك خدوا ورد. فاجنارس هل في اس في الاخر؟ اه. وضع حرف الاس اخر اسماء العائلات يفيد الجمع. يبقى هحط ايه ان. تبقى لادن. ولادن معناها بيعزمه. زي احترام بتاخد ايه ان. انا وهبة يبقى نحن. تبقى السن بناكل فيش. في فيل نقط الكيلو. كيلو واحد مفرد يبقى كاستت. يتكلف قد ايه الكيلو. فاس نقط 3 كيلو بانانن يبقى كوستن عشان 3 كيلو دي جمع. طب احنا كده خلصنا على درس تصريف الافعال وتعلمنا ازاي نصرف فيرب. كده الجزء الاول من الحصة خلص. ما ينفعش تكمل الجزء التاني الا لما تقوم. واحد تراجع لي تصريفات الافعال ورقة وقلم. اتنين التدريب اللي حليناه تبص عليه تاني. تعالوا دلوقتي يا حبايبي يا حلوين مع الجزء الثاني الجراماتيك الدرس الثاني التغمباغي فيربن يعني الافعال المنفصله. يعني ايه فعل منفصل؟ يعني فعل يتكون من جزئين زي اوف شتين يستيقظ. اوف شتين بص حتتين يستيقظ. اوف غويمن يرتب. تحس الفيرب حتتين كده. اين كاوفن يتسوق. يبقى في عندنا افعال في اللغه الالمانيه الافعال دي جزئين اسمها افعال منفصله. اهي اوف شتين اوف غويمن. مالها الافعال دي؟ مفيش. لما تيجي تكون جمله على فيرب اوف شتين ده تقسمه حتتين. تاخد اوف دي ترميها في الاخر وتاخد شتين ده تحطه رقم اتنين في الجمله. يبقى الفعل المنفصل هو فعل يتكون من مقطعين.
الجزء الاولاني منه بيترمي في اخر الجمله والجزء الثاني بيجي رقم 2 متصرف مع الفعل اللي هنا. طب يلا كون جمله. ايش انا شتي بصحى ام في تمام زكس وقعوف الساعه 6. يبقى ايه اللي حصل؟ الفعل المنفصل الفعل يتكون من مقطعين، الجزء الاولاني ده اترمى فين؟ في الاخر، والجزء الثاني يجي رقم كام؟ 2. طب يلا نعمل جمله ثانيه عشان يثبت اكتر. فيرب اوف غويمن اللي معناه يرتب، ها عايزين نعمل عليه جمله. ها هنجيب اوف في الاخر تمام، ونجيب غويمن رقم 2 ونصرفه، يبقى ايش غويما ماين سيمر اوف. طب يلا هديكوا فيرب اسمه اين كاوفن، يلا اكتبه. معناه يتسوق. يلا اقسموا لي حتتين، ها مين اللي هتترمي في الاخر خالص عند النقطه هنا؟ اين تمام. طيب يبقى عين هيترمي عند النقطة وكوفن هيجي رقم 2، او كوفن هو رقم 2. صرفوا لي مع فير، يبقى فير كوفن هويت يعني اليوم، عين احنا هنتسوق النهار، هويت دي يعني اليوم. يبقى عملنا ايه؟ عين كوفن فعل منفصل يتكون من مقطعين، خدنا الجزء الاولاني رميناه في الاخر وجبنا كوفن رقم 2 وهكذا. يبقى الافعال المنفصله هي افعال تتكون من مقطعين، الجزء الاولاني بنرميه في الاخر والجزء الثاني بيجي رقم 2 زي ما هو. طب يا هرم، ممكن تحفظنا الافعال المنفصله المكرره علينا؟ تأمرني. حاضر. الافعال المنفصله هنحفظها مقاطع وبصري في الملزمه. اوف هتيجي مع جزئين، اوف غويمن يرتب واوف شتين يستيقظ. وعود نفسك ما تحفظش فيرب لما تعمل عليه جملة. يلا اعمل لي جملة على اف خوي من يرتب، قول لي انا هرتب الحجرة، ها كشكول يشتغل. يلا ايش انا ها غوي مي هرتب ماين سيما حجرتي وهرمي في الاخر اوف. يبقى ايش غوي مي ماين سيما اوف، انا هرتب حجرتي. يلا اعمل لي جمله على اوف شتين يا ستايكس، قول لي انا بصحى الساعه 6. يبقى ايش شتي بصحى ام زكس اوا في تمام الساعه 6 وهرمي في الاخر اوف. يبقى عمال اجيب اوف وارميها في الاخر واصرف الفيرب رقم 2. طيب عندنا بقى ميت معاها خمس مقاطع. بص بص بص، ميت كومن ياتي مع ميت جين، ميت مخن، ميت برينجن، ميت نيمن. تمام. بص 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 بص، يروح ويجي جين وكومن. بص يحضر ويأخذ برينجن ونيمن ومخن. ها طب يلا كون جملة، قول لي انا جاي معاك، تقولها ازاي؟ ها ايش انا كومي وميت، يعني انا جاي معاك. ايش كومي ميت؟ انا جاي معاك. ايش جي ميت؟ ايش مخي ميت؟ انا هشاركك. إيش بغينج؟ أنا أحضر كولا ميت، هجيب كولا معايا. إيش نمل كولا ميت؟ أنا هاخد الكولا اللي أنا جبتها معايا. طيب عندنا أن اتنين أن، أن غوفن يتصل وأن فانجن يبدأ. أن غوفن وأن فانجن، ها عايز عليهم جمل، عايز حد يعمل لي جملة على أن غوفن، قول لي أنا هتصل بأحمد. ها إيش أنا غوفي هتصل بأحمد وارمي في الاخر ان. يبقى ان غوفن، ان اترمت في الاخر. ها اعمل لي جمله على ان فانجن، قول لي ان قول لي الحفله هتبدا الساعه 8. دي باتي الحفله، واوعوا تنسوا ان فيرب فانجن لما بيتصرف بياخد املاوت مع المفرد. فينجت ام زكس وا الساعه 6 وهرمي في الاخر ان. يبقى ان فانجن اتقسم حتتين، ان في الاخر وفانجن رقم 2 وتصرف. طب يلا عندي بقى 2 اوز، في اوز فيلن يملى استماره، وعندي اوز زين يعني يبدو. ها عايز اعمل عليهم جمل، ها اعملوا لي جمل. عايز حد يقول لي انا بملى استماره، ها ايش انا هاخد فولن ده اهو فل فورمولار داس فورمولار معناها استمارة، بس فورمولار استمارة وارمي في الآخر أوس. يبقى أنا مليت استمارة، يبقى إيش فول داس فورمولار أوس. طيب حلوة أوي، تعالوا بقى نعمل جملة على أوس زين يبدو. أقول إيش أنا زي شكلي مودة، أوس
يعني انا شكلي مودي يعني مرهق. وخلي بالكو مودي في اللغه الالمانيه معناها مرهق تعبان جسمانيا، لكن كرانك دي معناها عيان ولازم يروح للأرست للدكتور. تمام كده يا اولاد؟ تمام يا هير. تعال نشوف باقي الافعال. عندي اين مع اتنين، اين لادن يعزم واين كوفن يتسوق. يلا قول لي انا هعزم اصحابي. ها ايش؟ ها لادي انا هعزم ماينه فرويند اصحابي، وهرمي في الاخر اين. يبقى ايش لادي ماينه فرويند اين، انا هعزم اصحابي. طب يلا قول لي انا هتسوق. ها ايش كوفه، انا هتسوق هويته النهارده، وفي الاخر اين يعني هتسوق. تمام. طيب يبقى كده اوف غوي من وشتين، ميت كومن وجين وماكن وبرينجن ونيمن، ان غوفن وفانجن، اوس فيلن وزين، اين لادن وكاوفن. طيب تعالوا نكمل. شباتسيرين جين يتنزه. ها عايز حد يقول لي انا هتنزه عن النيل. ها ايش؟ ها مين اللي هيجي رقم اتنين؟ جيا صح. مين اللي هيترمي في الاخر؟ شباتسيرين. وام نيل يعني على النيل، وفي الاخر شباتسيرين. يبقى انا هتنزه عن النيل. ايش جي عم نيل شباتسيرين وشباتسيرين في الاخر. طيب يلا فين زين يشاهد التلفاز؟ قول لي انا هتفرج على التلفزيون. ها ايش انا زي جان. جن دي معناها بحب. فان اشاهد التلفاز. يبقى ازاي جان فان؟ انا بحب اتفرج على التلفزيون. يبقى جان في اللغه الالمانيه بحب، وفان زين اسامته. تمام. يلا تعالوا نعمل جمله على كين ليرنن يتعرف على ايش انا. ها كين ليرنن مين اللي هيترمي في الاخر؟ كينن. تمام شاطرين. مين اللي هيتحط الرقم اتنين؟ لانا. انا هتعرف واكتب هتعرف على احمد على محمد على اي حاجه ان شاء الله. تقول نويا فغويند يعني اصحاب جداد، انا هتعرف على اصحاب جداد. نويا فغويند انا هتعرف على اصحاب جداد. يبقى كين ليرنن يتعرف على. طب زيش فورشتيلن ده يعرف نفسه زي ما اقول لك. ايش شتلا مش فوا، ودي في الالماني معناها انا بعرف نفسي. ايه مش دي؟ دي مفعول ومش مقرر عليك ومش عايزك تعرفها، انا بس بعودك تكون جمل. حد خد باله عمه الهير عمل ايه؟ ما خدتوش بالكم. انا زي التعبان خليتك كونت. عد كده اتنين وخمسة سبعة وستة ساعتين حساب 13 واربعة 17 جملة. موضوع الانشاء اللي في اول درس بتستخدموا الافعال دي وتعملوا منها جمل، وانتوا كونتوا جمل على كل حاجة. يعني بمعنى اصح وانا بشرح الجراماتيك لو كتبت جمل كده انا خلصت المقالي اللي هو الشرايبن الكتابة اللي هو بتقول عليه موضوع الانشاء او الباراجراف، وانت اللي كتبت الجمل بايدك. وانت بتكتب ورايا خدت بالك بقيت بتقلدني، بقيت بتكتب اول حرف كبير، بقيت بتحط نقطة في الاخر، بقيت بتسيب فاصلة بين كل كلمة والتانية، ما بتكتبش الكلام ورا بعض، بقيت بتكتب الاسماء اول حرف كبير، الافعال بتكتب الحرف صغير. بعد فترة من الكتابة ورايا في الكشكول على الحصة الرابعة تحديدا هتلاقي أدخن موضوع إنشاء أنت بتغلطش فيه. الكتابة يا جماعة، يا جماعة أنتوا تعرفوا اللي خلانا إحنا شاطرين في لغة إيه؟ إن إحنا بنقعد نكتب ورا الدكاترة في الجامعة، أنا عايزك تقعد تكتب ورايا. طب يا هر أنا فهمت الأفعال المنفصلة، ممكن أحل عليها؟ حاضر، بس قبل ما نحل عليها، ممكن نراجع تصريف فارن وفانجن ولادن؟ ماشي. ها؟ فاغي فانجي لادن، وهنا فات فانجت لادت هتاخد اي تي عشان اخرها دي، هنا فاغن فانجل لادن. لما اجي اصرف فاغن مع دو ار واس وزي ما تنساش الاوملاوت. لما اجي اصرف فانجن مع دو ار واس وزي ما تنساش الاوملاوت. لما اجي اصرف لادن مع دو ار واس وزي ما تنساش الاوملاوت. اكتب عليهم حفظ ومحفظهم كويس وركز فيهم. تعالوا يلا نحل. يلا بصوا لي في الجدول اللي عندكم في الصفحه فوق. فيرب شتين يستيقظ هو وغويمن كانوا بياخدوا ايه؟ اوف. ايه ده يا هيرو السؤال بيجي كده؟ اه والله. يعني هو يجيب لي شتين اقول له اوف، يجيب لي رويمن اقول له اه والله. اللي بعده اوف. اني اوف بقى فيهم؟ ما احنا عندنا اتنين اوف، في اوف رويمن يرتب
وفي عفشتين يستيقظ. مين بقى اللي يقول لي الحل؟ معنى الجملة. طب بقول لك فونونج يعني شقة. فونونج يعني شقة. سيما يعني حجرة. كيش يعني المطبخ. شغايبتش يعني المكتب. سيديز السيديهات دي ايه؟ هتترتب تبقى غايبة. يبقى خلي بالك ان ممكن يلعب على المعنى. يبقى انت ما تروحش تحفظ ايه اوف غايمن اوف شقة. لا احفظ لي اوف غايمن يرتب، اوفشتين يستيكل، اي كوفن يتسوق، اي لادن يعزم، او سفيلن يملى استمارة، او الزين يبدو. احفظ المعنى. فيها فير في اللغة الألمانية يأتي بعدها الفعل مصرف مع ارو اس وزي. نقط ميت، مين اللي بتيجي مع ميت هنا؟ كومت ميت، مين جاي معاك؟ غوفن يتصل بياخد ايه؟ بصوا فوق كده ها؟ انصح. نيمن بص فوق ميت نيمن ها؟ صرفوا لي فانجن مع الفيلم. ما انا بقول متى يبدا الفيلم، الفيلم هو الفعل. دير نعوض عنها بار، صرف فانجن مع ار تبقى فينجت. ها فير ياتي بعدها الفعل مصرف مع ار. ها مين الواجب معاك؟ قال له احنا، يبقى فير ماخت. مين اللي شاركك في الواجب او مين اللي عمل الواجب معاك؟ ها فوا بياخد شتيلن، فشتيلن يعرف نفسه، وزيش دي فعل منعكس مش عليك طبعا. زي احترام تاخد فيلن، زي املى الكارت يعني التيكت. ميت ماخن يعني يشارك قلنا. شتيلن عايز فوا. لانن عايز كنن لانن. جين عايز شباتسين جين. وزين عايز فان زين. وفان زين لما صرفها مع جشفستر اخواتي جامعه تبقى فان زين. كده خلصنا الجزء الثاني من الحصة وكان عنوانه الأفعال المنفصلة وكتبنا 17 جملة، تمام؟ تعالوا دلوقتي يا حبايبي يا حلوين نخش على الجزء الثالث النهاردة والأخير من حصتنا، ونبقى خلصنا جراماتيك درس 5 كله. بنتكلم عن حروف الجر الزمنية الستة اللي بتسأل عنهم بفان اللي معناها متى. فان اللي معناها متى في الألماني هيجاوب عليها بست حروف جر. واحد اللي معناها في تمام الساعة كذا. اندين اللي معناها في الفريان في الاجازة. انديا اللي معناها في برضو. ام اللي معناها في برضو. ام اللي معناها في برضو. فن اللي معناها من. وبيس اللي معناها حتى. يبقى فان اللي معناها متى في الالماني بيجاوب عليها بست حروف جر. اندين انديا ام ام كل دول معناهم في الزمن، لكن فون بيس معناها من حتى. واحد، لازم الطالب يعرف الفرق كل حاجة منهم بتيجي معي. احفظ بقى معايا. اللي باليو مع اور اللي باليو. يا وعدي دي سهلة قوي. وقور دي في الالماني معناها ساعة. يجي في الامتحان يقول لك ايه؟ ولا ام ولا ام ولا انديا، ويروح كاتب لك زكس اوع. فانت تلاقي اور ساعه تاخد ام بس كده. هو السؤال بيجي كده؟ والله بيجي كده. يا هير يعني يجي في الامتحان يقول لي اور اللي بليو انا اجيب ام اللي بليو؟ والله بتيجي كده. طب جاب لي ميتا ناخت منتصف الليل يعني الساعه 24:12 بالليل، يعني ميتا ناخت تيجي مع ام؟ قولوا معايا ام ميتا ناخت. ايه ده؟ يبقى ام اللي بليو مع اور اللي بليو او ميتا ناخت، تمام. اندين اللي اخرها ان مع فريان اجازه اللي اخرها ان، واندين فريان في الاجازه. يلا كون جمله، قول لي في الاجازه بتفرج على التلفزيون. ها اندين فريان في الاجازه. ها فارين فيا هنسافر. ها ناخ الى اليكس اسكندريه. ايه ده هر؟ انت بدأت بإندنفريان وجبت فارن رقم 2 وبعد كده فير. احنا الفعل بيجي رقم 2 عندنا في الالماني. الفعل في الالماني يجي رقم 2. ايه ده؟ والفعل يترمي في الاخر؟ يترمي في الاخر. طب ممكن يهرقوا لي الجملة دي؟ فير فارن إندنفريان. ينفع، بس المهم عندي الفيرب رقم 2، تمام؟ يبقى اندين اللي اخرها ان مع فرين الاخر ان. طب نعيد تاني بقى، ام اللي باليو مع اور اللي باليو او ميتر ناخته. اندين اللي اخرها ان مع فرين الاخر ان. طب اندير مع ايه؟ ها ها غنوا معايا. ناخته وفخه وفرايت سايت. ها ناخته وفخه وفرايت سايت. تاني ها
نخت وفخ فراي زايت. يبقى نخت وفخ فراي زايت لو لقيتها اجيب ايه؟ انديا. طيب امال الام دي اللي بالاي دي بالانجليزي تيجي مع ايه؟ مع السنه يار، مع فصول السنه لسه واخدينها زوما وفينتا وهيابس فولين، مع الشهور يناير وفبراير ومارس وابريل. امال الام اللي بالاب تيجي مع ايه؟ بتيجي مع اليوم، ايام الاسبوع، زامستاج زونتاج مونتاج دينستاج ميتفوخ دوستاج فرايتاج لسه حافظينه، مع التواريخ يقول لك ايه؟ 1 مارس. تاريخ ده ولا مش تاريخ؟ اه تبقى ام. اوقات اليوم ايه؟ اوقات اليوم ها سمعوها لي، مورجن يعني الصباح، تمام ها. اه بند المساء، ممتازين ها. متاج الظهيرة، محترمين ها. فور متاج قبل الظهر، نخ متاج بعد الظهر، او فوخن اند نهاية الاسبوع تيجي مع ام. نعيدهم تاني؟ نعيدهم تاني. الله، ام اللي باليو مع اور اللي باليو او متر نخت ها. اندين اللي اخرها ان مع فريان اللي اخرها ان ها. طب نخت وفخ وفرايت سايت مع انديا، تمام. طب السنة وفصولها وشهورها مع ام اللي بالاي ها. طب اليوم وتاريخ اليوم واوقات اليوم ونهاية الاسابيع اللي هي الفخن ان ده ام. طب فن معناها ايه؟ من وبيس معناها حتى، ودول تحس انهم متجوزين كده بيظهروا مع بعض بالجملة. فن بيس من الى، من الى فن بيس. طيب فن بيس دي هير يتسأل عنها بفن بس؟ لا، ليها أداة استفهام تانية اسمها فون فان بيس فان، معناها من امتى لامتى. فون فان بيس فان زي ما اقول لك ايه؟ فون فان بيس فان من امتى لامتى؟ هابن فير دويتش، عندنا الماني. تقول لي فون اخت من الساعة 8 بيس 90 لغاية 10، او اقول لك في لانج، في لانج ما المدة؟ برضو اجاوب بفون بيس، يعني في لانج المدة بلاي بنزين لحضرتك هتقعدها ان اليكس في اسكندريه. تقول لي فون زامستاج من يوم السبت بيس دوناستاج لغايه الخميس. طيب بصوا بقى الحته الجايه دي عشان دي جامده قوي. ام دي، بصوا الحته دي، ام في فيل او. بصوا كام كلمه، بص 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 بص، ام في فيل او، بص بص، اربع كلمات. كل دي معناها متى؟ اقسم بالله معناها في تمام الساعه كام. يجي لك كده في الامتحان والله ساعات يجيبوها كده، يقول لك ايه؟ ام في فيل او كومست دو، انت هتيجي الساعه كام؟ تروح له ام زكس او، انا هاجي الساعه 6. يبقى عايز اقول لك ان ام في فيل اوري جاب عليها بام زكس او. تمام يا هير، حفظناهم يا هير، يلا سمعوا ها. فن معناها متى، ام اللي باليو مع اور اللي باليو متر نخت، اندين مع فيريان، انديا مع نخت وفخ فرايت سايد، ام سنه وفصولها وشهورها، ام اليوم تاريخ اليوم اوقات اليوم نهايه اسابيع الايام، فن بيس معناها من حد. التمرين بقى ده اه خلي بالك صح، ام بتيجي مع الشهر لكن ام مع التاريخ. يعني لو قلت لك مارس حط ام، قلت لك 1 مارس حط ايه؟ ام. استأذن الامارات اللي قاعدين قدامي بناتي الحلوين ولادي الحلوين يحلوا التمرين ده كله مع نفسهم وبعد كده يصححوا. غير انت ما عملتش كده في التمارين اللي فاتوا، هقول لك ليه. في نوع من التمارين دي تمارين غير مباشره لازم احل معاك، لكن ده درس مباشر، انت تقعد تبص وتنقل. وقف الفيديو، حل وصحح. يلا تعالوا يا حبايب قلبي نشوف اللي انتوا حلتوه، قصدي اللي عكتوه. قولوا فان، شاطرين. امتى هيبدا الماتش اللي بعدها؟ فخن اند، ام تمام. رايز دي يعني رحله. ديسمبر شهر، سنه في شهر، ام كالت دي يعني برد، ها برد، كالت يعني برد، عكسها هايس يعني سخن موحوح. هي مش هايس دي غير معناها يدعى ويسمى، وصفه ليها معنى سخن. ها فصول السنة ايه؟ شاطرين. ها بيس عايزة ايه؟ فن. ودورني يستغرق، واحفظوا السؤال ده في لانج دار در فيلم، الفيلم هيقعد قد ايه، واحفظوا اجابتها عشان لو جات لكم في معاها في الميني ديالوج اللي هو صغنن ده. ها زامستاج ام ابند، ها ابند ومورجن اوقات اليوم ام. ها اندين فينتر فيريو، ايه ده هير؟ عند تركيب كلمة من مقطعين ركز على المقطع الثاني.
فينت لافيريان هتعامل مع فيريان وفيريان بتيجي مع اندين، يبقى عندها تركيب كلمه مقطعين. بص على المقطع التاني، تاريخ يبقى ام، ان دا ناخت يعني في الليل، عايز مننا ايه يا هر النهارده؟ واحد، عايز نمسك صفحه 12 نحفظ الكلمات اللي فيها عربي اداء، عايز ايام الاسبوع السبعه والشهور، الشهور عايزها يعني مش عايز احفظ الشهور ككتابه، انا عايز الفصول ككتابه، يعني انا عايز ايام الاسبوع وفصول السنه تحفظ كتابه. تاني اهو، الايام والفصول كتابه، لكن الشهور انا مش عايزك تحفظ الشهور، عايزك تعرف كل شهر في انهي فصل. الجمل اللي كتبتها النهارده في الحصه كلها، انا هير مصطفى بقول 17، بيقول لي لا يا هير دول عدوا ال 30 جمله، بيقول لي انت كتبت حاجات كتيره كتير في النص. اي جمله عمو الهر يكتبها على السبوره تتكتب وتتحفظ. انتوا عندكم سؤال مقالي السنه الجايه، والسنه دي المقال الوزير قال لك بقى عليه درجه 15%، المقال ده اللي هيخليكم شاطرين في اللغه. قلدني في الكتابه، والجمل بعد ما اكتبها تقلدني، تقعد تقلدني لغايه ما تلاقي نفسك بقيت بتكتب لغه. يبقى واحد، هحفظ الكلمات عربي واداء. طب هير لو سمعت عايز اوديو صوت بنطق الكلمات بعد ما انا هخلص الفيديو ده، بعد ده كده على طول. هتلاقي راشق في فيديو اسمه نطق الكلمات، هتلاقي هير مصطفى عمال ينطق معاك الكلمات، يقول لك دي عابن ماجن، وانت تنطق مع هير مصطفى، يعني الراجل هينطق لك الكلمات تنطقها وراه، جايب لك مدرس ينطق لك، وعايز ايه تاني؟ اللي بعده، هتذاكروا لي دروس قواعد بزم، تحفظ لي الافعال المنفصله ورقه وقلم وتعمل عليهم جمل، تحفظ لي فان بيجاوب عليها بايه، ام وام وام والحاجات دي، درس تصريف الافعال تذاكره كويس. هتروح بقى تمسك لي كتاب تب وتطبق لي على الثلاث دروس دول، هتلاقيني مديك كام ورقه؟ دي ورقه 2 3 4 5 6 ورقات اهم يا عم، اهو عشان ما حدش يقول الهير بيدي واجب كتير. 6 ورقات دول يتحلوا، وانت بتحلهم في درس الافعال المنفصله هتلاقي تلات افعال انا مش كاتبهم في الملزمه، امال الكتاب تب جايبهم ليه؟ مش في المنهج. هتلاقي فيرب كده اسمه انكومن، ده معناه يصل، هتلاقي فيرب اسمه اب هولن معناه يجيب حد من حته او يحضر حد، هتلاقي فيرب اسمه تسو اردنن ده معناه ينظم او يرتب. طب كون لنا عليه جمل. حاضر، ايش انا كومي ان، عارفين دي معناها ايه؟ انا وصلت، والله يا هير اقسم بالله معناها انا وصلت. ايش هولا علا اب، انا سوف احضر علا، يعني انا هروح اجيب علا من المطار مثلا، ايش هولا علا اب، ايش انا اغنى اتسو، انا برتب الحاجه اللي قدامي دي. يبقى دول الافعال دي اللي موجوده في تب، هل موجوده في كتاب المدرسه؟ لا مش موجوده في كتاب المدرسه. طب احنا كاتبينها لك ليه في كتاب تب؟ عشان دي هتاخدها في سنه ثالثه ثانوي، فبنأسسك يعني الثالثه، لكن مش موضع سؤال في سنه ثانيه ثانوي. وديك عرفتهم، انكومن يصل، اب هولن يحضر حد من حد سؤال. تمام، هنقوم دلوقتي، واحد نذاكر كويس، اتنين نعمل الواجب، ثلاثه نسمع نطق الكلمات ونحفظها، ثم نكمل الفيديو بتاع الواجب، الحل بتاع الواجب. جوتن مارجن، صباح الخير ولادي وبناتي، تعالوا نصحح مع بعض الواجب اللي انتوا حلتوه في تب. افتح معايا كتاب تب صفحة فيون زيبتسيش 74. اول حاجة هنبدأها النهاردة الافعال المنفصلة، هنبص على اين بياخد كوفن، هنبص على شتين بياخد اوف، هنبص على غوفن بياخد ان، فيلن يملى استمارة اوز، طبلي يعني جدول، هنبص على اوز زين يبدو، شين يعني جميل، هويت يعني النهاردة، اقعدنن يرتب قلنا بياخد تسو ده مش عليكو، غوفن بياخد ان، بغينجن بياخد ميت، هولن يحضر حد من حتة بياخد اب، ودش دي مش عليك دي معناها انت، ميت هتاخد برينجن ميت يجيب معاه كوخن جاتو، برينجن بياخد ميت،
عندنا كومن بياخد ميت، كومن بياخد ان، وعندنا اوف مع فيرب شتين، اوف شتين يصحى، وشبيت معناها متاخر، عكسها فغوه معناها مبكرا، وميد دي قلناها في الشرح معناها مرهق وكرانك عيان. اللي بعده هيبقى اين كاوفن، هيبقى غويمن عشان اف غويمن يرتب الحجرة. الفيلم يبدأ، وجلايش دي معناها حالا، يعني الفيلم يبدأ دلوقت. ان فانجن يبدأ، فان زين يشاهد التلفاز، ولانجي يعني وقت طويل قاعد بتفرج على التلفزيون وقت كبير. اين كاوفن يتسوق. تمرين اللي بعده ديزيس معناها هذا المطعم، ديزيس غستوغانت هذا المطعم. اوس يبدو جميلا، اين كاوفن يتسوق، فان زين يشاهد التلفاز، اوف غويمن يرتب الحجرة. جيبك دي امتعة، جيبك امتعة شنط يعني بتاعت السفر. اب عشان اب هولن، هاوبت بانهوف معناها محطة القطار الرئيسية، لان احنا عايزكم تعرفوا دايما ان كلمة هاوبت في اللغة الالمانية معناها اساسي، زي ما قولك هاوبت شتات، عارفين يعني هاوبت شتات؟ اداتها دي معناها العاصمة. اكون لكم جملة، كايرو القاهرة است تكون دي هاوبت شتات العاصمة فن لي اجبتن لمصر. ادي جملة هيك كونتها عشان لو جالك موضوع انشا عن رحلة، انت بتعمل رحلة للقاهرة تقول له كايرو است دي هاوبت شتات فن اجبتن، القاهرة دي عاصمة مصر. انغوفن يتصل، ويدن تاج معناها كل يوم. اكتبوا معايا، يدن تاك كل يوم، يد فوخة كل اسبوع، يدس يار كل سنة، يدن موغن كل صباح، يدن مونات كل شهر. تمام كده يا ولاد؟ تمام يا هر. يبقى يدن معناها كل. طب ليه بتتغير يا هر دي؟ ده تصريف صفة، يعني مثلا اقول لك ايه، يار اداتها داس فتبقى يدس، فوخة اداتها دي تبقى يدة، دي تصريف صفات، ده مش عليكم في منهجكم اصلا ولا في ثالثة ثانوي، ده بياخدوه في الجامعة، اسمه تصريف الصفات. فانا عشان اريحك منه خالص بقول لك احفظها كده، يدن تاك كل يوم، يد فوخة كل اسبوع، يد سيار كل سنة، يد موغن كل صباح، يد مونات كل شهر. السؤال ده ملغي ليه هر؟ عشان ينفع له حلين، لان انا ممكن اقول انا برتب كل يوم الساعة كذا، يعني ممكن اقول برتب الساعة كذا، وممكن اقول انا والله بصحى كل يوم الساعة كذا. ينفع الحلين، ينفع اقول ان فريدريك ده بيرتب كل يوم الساعة كذا ومنفع كذا، بس كلغة يعني هو شتين الاحلى انه بيصحى الساعة كذا. طب ليه رتب ما ينفعش؟ لان لما اقول ارتب لازم اقول ارتب ايه، لازم اقول الشيء اللي انا هرتبه. فهنا السؤال يعني مش موضع سؤال قوي، يعني ما ينفعش، يعني السؤال ده ما ينفعش، عشان كده كتبت ملغي، ما ينفعش يجي كسؤال في الامتحان في اخر السنه. طب لو جه يا هر، ما انا قلت لك اهو، الادق هنا ان انا هقول يستيقظ الساعه كذا، لكن ما ينفعش اقول ارتب من غير ما اقول ايه المفعول اللي انا ارتبه. فيرب اوف غويمن يرتب، هترتب ايه؟ عارفين لو الجمله دي كان فيها تسيمر حجره او فونونج شقه كنت اخد اوف غويمن. تمام تمام يا هر. هنا هتبقى فان زين يشاهد التلفاز، وعندنا فانجن بياخد ان فانجن، انتغيشت يعني حصه. وخلي بالكم احنا عندنا كلمه شتوندي في اللغه الالمانيه اداتها دي وجمعها بالان معناها حصه او ساعه مستغرقه. اكتبوا معايا الجمله دي، مثلا فير احنا هابن عندنا هويتن النهارده في المدرسه فون في خمسه شتوندن خمس حصص.
احنا عندنا في المدرسة النهاردة 5 حصص. اكتبوا الجملة بقى الجاية دي. ديا فيلم الفيلم دوات هيستغرق اتسفاي شتوندن يعني ساعتين. يبقى اذا كلمة شتوندن في اللغة الالمانية ليها معنى حصص وليها معنى ساعة مستغرقة. تمام يا اولاد؟ تمام يا هر. صفحة 75 هلاقي اين يبقى كوفن يتسوق ام سوبر ماركت يعني في السوبر ماركت. فيرب جين هياخد سباتسرين جين يتنزه مع اولاده. بغينجن هياخد 100 بغينجن. شتين اوف شتين يستيقظ. كومن يبقى ان كومن يصل. اوف يبقى اوف غويمن يرتب. فيلن يبقى عاوز فيلن يملى استمارة. نيمن يبقى 100 نيمن يأخذ معه. كفر يعني ايه؟ حاضر. ديع كفر يعني شنطة سفر وجمعها زي مفردها. يعني كفر دي ممكن تكون شنطة سفر وممكن نقول عليها دي كفا شنط سفر. يعني الكلمة دي مفرد وجمع. طب ايه الفرق بينها وبين دي طاشة؟ لا طاشة دي شنطة عادية. طاشة وجمعها طاشن دي شنطة عادية وأداتها دي. الفرق في الأداة والمعنى برضو ان دي شنطة سفر دي شنطة عادية. مين ده اين؟ يبقى اين كاوفن ليبنسميتل يعني مواد غذائية. طب يعني ايه شنل؟ ده انا هخليكم في الكلمات السنة الجاية اقسم بالله ما بهرج. ده انتوا هتعلموا على اي حد يا بتوع تانية سنة. وانتوا شنل يعني سريع عكسها لانجزام يعني بطيء. شنل يعني سريع عكسها لانجزام يعني بطيء. اي كلمة بكتبها على السبورة ما كتبتش في الكشكول والله ما مسامح فيها. اقسم لما مسامح فيها ادعي. اي كلمة لو واحد دلوقتي يا جماعة بيسمعني ولقى نفسه فعلا ما كانش بيكتب اللي فات كله ما الفيديوهات على اليوتيوب روح بقى اعملهم باتقان بالله عليك. دي امانة والله العظيم انا عاملها عشانك وربنا شايفنا والله والله ربنا اللي هيحاسب. اي حاجة بكتبها اكتبها هتطلع لنا السنة الجاية ان شاء الله باذن الله. ابني هيبقى بطل في اللغة. انا عايز ولادي ابطال يا جماعه والله العظيم. يجي ده عارفين الثانويه عامه بيعملوا ايه؟ يعملوا من حبه قبه. يسيب الالماني كله يجي يقول لك ايه باباك ماشي بالعربيه شنل سريع تقول له ايه؟ هقول له لانجزوم. تخيل ده سؤال في امتحان في مواقف ثانويه عامه كان عليه درجتين. ابلع. مش عايزين بقى الحاجات اللي زي دي تقف. الهيري يكتب حاجه تكتبه تتحفظ. شنل سريع لانجزوم بطيء. اللي بعده يعني ايه اين بار؟ يعني جزئين او شويه مواد غذائيه. عايز شويه مواد غذائيه كده يقول عليها كده الالماني. عن غوفن يتصل غاد يعني على طول. ميت بغنجن يحضر معه كذا يعني جبنة. واخدنا في المأكولات انتوا السنة اللي فاتت كذا جبنة. خلي بالكم صح فكرتوني. كاسة دي كده دي كده خزنة. والله كاسة دي خزنة. والله وأداتها دي. لكن كذا بالأملاوت كده وأداتها دير دي جبنة. والله ما بهرج. مرة عملت سؤال للعلبة اللي هم ايش انا نقط دي كاسة ورحت قايل لهم اس اكل ولا كوفة اشتري. مت من الضحك. لقيت لك العيال كلها كاتبه لي انا باكل الخزنة. بتاكل الخزنة ولا بتشتري الخزنة؟ اشتري خزنة. انا هشتري خزنة صباح الفل. لكن لو هاكل هتبقى ايه؟ كيزة جبنة. صباح الفل يا جدعان. ركزوا الفرق ليه هير كتبت دي. تعالى الطلبة اللي ما بتحفظش الكلمات ورقة وقلم في النظام الحديث لما يطلعوا تالتة ثانوي الأسئلة بتلعب على المعنى. فاللي بيجي يجيب لك الأسئلة بيجيب المتشابهات من الكلمات ويلبسك في الحيط. صباح الفل فهمنا. اللي بعده يلا نخش بقى نحل على ايم وام وام. ها ايام الاسبوع مع ام. اوبرا ده مبنى الاوبرا. ده المبنى بتاع الاوبرا. الاوبرا الاوبرا اللي في الزمالك اسمها دي اوبر. لو انا كتبتها كده تبقى اداتها دير ومعناها جرسون اللي بيقدم لك الاكل والشرب يا ولد. شفت الفرق؟ شفت الفرق؟
يبقى دي الاوبرا اللي احنا بنروح نسمع فيها موزيك، لكن ده الجرسون اللي بيقدم لك الاكل والشرب. شفت النهارده بص عاملين يديك متشابهات اهو. فان متى؟ عشان جاوبنا بام. ام مع ابند. ماين ليبلينجز تاج. يومي جميل ازدر اللي هو يوم الميتفوخ بزوندرس، خصوصا بالليل كان يوم حلو. مش عارف رحنا النادي وعملنا كلوب، يعني نادي. خلي بالكم كلمه كلوب نادي اداتها ضيع، والالمان ساعات يكتبوها كده فما تستغربش. ساعات بيكتبوها كده ساعات، يعني الالمان ساعات بيكتبوها كده فما تستغربش. يعني الالمان اصلا شعب غريب جدا. مثلا اقول لكم على حاجه، عارفين هاوس اللي معناها منزل؟ والله اسالها داس هاوس وجمعه هويزر. الالمان الناس شعب غريب جدا، يعني يجي يقول لك ايه مثلا داس هاوس دي هويزر. طب احنا عارفين داس هاوس دي هويزر، يجوا الالمان يكتبوها ساعات كده هاوس. ايه ده في ايه؟ هي والله والله، يعني هاوس بيت بيكتبوها بشكلين، مره هاوس مره هاوزه. طب اضحك اكتر، مره لقيت الالمان بيكتبوا لاند اللي هي بلد. دي لاند ايه؟ ايه في القاموس لاند؟ اخش على اي حاجه، خش على عرب دكه تلاقي مكتوبه لاند، بيكتبوها لاند كده. في بعض الكلمات في اللغه الالمانيه ليها كتابتين، زي كلوب كلوب، هاوس هاوزه، لاند لاند. طب كل الكلمات كده، انا بديك المقرر عليك في منهجك عشان ابني يطلع بطل. الجمله رقم 4 هتبقى اندرناخت، حافظينها، وقفت يعني غالبا. زامستاج ايام الاسبوع تبقى ام. موجن اوقات اليوم تبقى ام. الجمله رقم 7 فان امتى از دي براكسس جي اوفنت، يعني امتى العياده جي اوفنت فتحت. قال له من كذا لكذا، يبقى فون بيس. عايزكم بقى تكتبوا معايا ان اوفنن يفتح، عكساش لي سن يقفل. أفنن يفتح، عكتاش ليسن يقفل. اللي بعده سفانس شقور تبقى أم عشان قور. تاكس شاو ده اسم برنامج في ألمانيا، زي عندنا كده منى الشاذلي مثلا، معاكم منى الشاذلي ده اسم برنامج في ألمانيا. اللي بعده أومت سفاي، ليه؟ لأن هنا معناها الساعة كذا. بقول له إحنا النهاردة هنروح نتسوق، قال لي ماشي. إمتى؟ أومت سفاي. أومت سفاي دي يعني معناها الساعة 2. طب ما هير ما كتبش قور، ما يفهم من السياق إن الساعة 2. اللي بعده يوم من ايام الاسبوع تبقى ام. فرشتوك يعني افطار طبعا. فرايتاك تبقى ام فرايتاك. اللي بعده نسال عن ام بيفان. اللي بعده بيس ار هو فرشتوك ده هيفطر من الساعه كذا بيس للساعه كذا. احفظوا فرشتوك ان يفطر ده، اكتبوا الثلاث جمل دول. ايش انا فغو شتوك بفطر، واكتبوا اي ساعة. ام زيكس هو مثلا انا بفطر الساعة 6. وايش انا اسا ام سفاي هو مثلا سوميتاك. ايه سوميتاك دي؟ ركزوا في الحتة الاولى دي. عندنا في الالماني اسا سوميتاك على بعضها كده بالطريقة دي معناها انا بتغدى، وتتقال كده ايش اسا الساعة كذا تسومي الطاقة. احفظ الجملة كتابة عشان مواضيع الانشاء. ام فوخن اندا دي سهلة. ام عشان موجن. ام عشان ساعة. ام في فيل و اديتها لكم في الشرح اللي في تمام الساعة كام. ام عشان نخمي الطاق. ام عشان ابنت. ام عشان ساعة. فون عشان بيس. ام عشان هالب ناين دي ساعة 8:30. لسه هناخد ساعة الحصة الجاية ان شاء الله، ما تقلقوش. اللي بعده ام، انا قلت الحصة دي بلم الجراماتيك، الساعة المرة الجاية. ام تسفاي متكررة نفس الفكرة، الساعة 2 فون بيس. ام مع اليوم، وام مع اليوم. سوزامن دي معناها معا، سوزامن دي معناها معا، معا مع بعضينا يعني. التمرين اللي بعده فون عشان بيس. ام مع دونر كذا. ام مع اليوم. ام مع فوخن اندا. ام مع الساعة. اندا مع نخت. التاريخ مع ام. فون مع بيس. ام مع موجن عشان الصبح. فيش بيت استئس دي كم الساعة. احفظوا ان الساعة الوقت سايت. وقت سايت يعني الساعة. دي وقت سايت يعني الساعة. يسأل عن الساعة فيش بيت
اس تي اس دي معناها الساعة كام. انا مش عايزك تعرف غير دي بس. يسأل عن الساعة بفيش بيت اس تي اس. تاني يسأل عن الوات سايت الساعة فيش بيت. يلا سؤال مواقف. دو انت في غاجست بتسأل ناخ عن الوات سايت الساعة تقول ايه؟ فيش بيت اس تي اس. فيش بيت اس تي اس. فيش بيت اس تي اس. الاجابة اسيست الساعة تكون اخت اوع الساعة 8 بس. ونص وربع وخمسة والكلام ده هناخده الحصة الايه الجاية. ام ابند فان امتى بيس فون بيس. المتحف النهاردة فقط لغاية الساعة كذا فاتح حتى تبقى بيس. ممكن اجيبها لوحدها ممكن اجيبها لوحدها. لما لك المحل فاتح لغاية الساعة كذا، المدرسة فاتحة لغاية الساعة كذا، وهكذا. تمرين اللي بعده هنصرف اسن مع اير تبقى است، هنصرف زين تبقى زيس دار تصريف الافعال، هنصرف فيرب اربايتن بيقوله بيشتغل كتير وزين جشفت المحل بتاعه فاتح لغاية الساعة كذا، هنصرف فرن زين زيست اللي هتبقى الاول وفرن هتترمي في الاخر. ريش دي معناها اوكي يعني نروح مع بعض السينما كده. اسن مع دو تبقى ايست، اربايتن لو صرفته مع اير اربايتت، فانجن مع كورس عشان جمع عشان ده مش كورس كورزه جمع، ابايت انا بشتغل ما بشتغل بيقول له ايه فاس ماك نيش جن ما بتحبش ايه لو ما بحبش الشغل ما بحبش اشتغل اصلا. اللي بعده غوفت يتصل عشان ان غوفن يتصل، شبيغيشست عشان دو، كاوفست عشان اين كاوفن يتسوق في السوبر ماركت، اوفشتي يستيقظ عشان قال له الساعه كام، انفانجن يبدا المدرسه بتبدا امتى، ماين اوبا ايست جدي بيحب الشوكولاته جدي مفرط، دانيال تبقى جيت عشان شباتسين جين يتنزه، اين كاوفن يتسوق، فان زين لزين عشان ماين التر والدي جمع، لجيست عشان دو روح السرير بيقول له انت اشتغلت كتير قوي امتى تروح السرير بقى، انت واحمد قلناها في الشرح انت واي حد تبقى انتم تبقى اير واير تاخد تي، ابايتت عشان انكل، صرف اسن تبقى است مع اير، شلافت عادية مع اير من غير املاوت، زيت عشان فيرب زين مع ماريون، هيلفست مع دو، براوخي انا محتاج كيلو كذا، جفيلت بياخد املاوت لما يتصرف مع مفرد وبقول اللي شغيبتش الترابيزة او المكتب جفيلت عجب فراونها هنا ما عجبهاش طبعا، شبغيش نصرفه مع انتوني يبقى شبغيشت بالاي، تغينكن يشرب عشان زي، كاستت يتكلف عشان بيسأل عن التمن وكتب بالسنت، است ده التصريف مع اير انتم، قلنا مليون مرة الوجبة مفرد اهي بومس متهنج شمكت طعمها لكر، يبقى فيرب شمكن ده معناها طعمها لكا لذيذ. يبقى تاني بومس متهنشن يعني البطاطس معاها الفراخ دي شمكت لكر طعمها لذيذ. جفالن عشان انا بتكلم عن فاش ماشينن الغسالة، انت وكورينا تبقى انتم تبقى شبغشت، انا اس جان كارتوفل زوبا ايوه ما الزوبة الشوربة قلنا مليون مرة الزوبة الشوربة عند الالمان يقولوا ايش اس، ولما الالمان يعملوا قهوة بيقولوا ايش كوخي كافي يعني بيسوي القهوة، الالمان بيقولوها كده احفظوها كده ايش اس زوبة يعني انا باكل شوربة، ايش كوخي كافي انا بطبخ كافي بسوي قهوة يعني. بيقول له ايه نوخ ايه بس عايز حاجه تانية؟ قال له ناين دانك شكرا ده سيست اليس ده كل شيء ده كل حاجه انا عايزها. شلافن تبقى شلفت عشان فير ياتي بعدها الفعل مصرف مع ار حتى لو الاجابه جمع، شبريشن مع دوش بغشست، صرف فيرب جفالن مع الشق، عود نفسك دايما فعل جفالن تصرفه مع الشق تبقى جفالت، ليزن تبقى ليست، زين تبقى زيست،
لا مش هقول دانك، انا عايز ولادي يبقوا معلمين. مالك هير وقفت ليه؟ هقول لك انا ما القط حاجه كده، احس ان انتوا طالعين في سنه اولى سنه ومش متظبطين فيها، لازم اعمل عليها جمل. فيرب جيفالن في اللغه الالمانيه وفيرب شميكن وفيرب كوستن، التلات افعال دول جيفالن يعجب بيه، شميكن يتذوق، كوستن يتكلف. التلات افعال دول دايما بيظهروا بشكلين مفرد وجمع. اه والله يعني ساعات يظهر جيفالن او جيفيلت، شميكن او شميكت، كوستن او كوستت. دايما الافعال دي عندنا في الالماني تظهر بشكلين، حاجه اسمها مفرد وجمع. صح؟ صح. الفاعل بتاعهم بيبقى شيء مش شخص. الفاعل بتاعهم بشكل كبير جدا في اغلب الجمل يعني عندكم في منهجكم بيبقى شيء مش شخص. تعالوا كده ركزوا في الجمل اللي انا هكتبها. مثلا انت بتقول مثلا عايز لون مختلف بحيث يعني اظبطها لكم كده. بقول مثلا دي بيتزن، عارفين يعني دي بيتزن؟ البيتزات. جيفالن عجبه علا زيع جدا، جبنا بتاع خمس بيتزات كده عجبه علا. بص الجمله الجايه دي بقى، دي بيتزا بيتزايه واحده جيفيلت علا زيع. هنا سؤال الذكاء بقى، انت لما جيت تصرف فيرب جيفالن اللي معناه يعجب بيه، صرفته مع البيتزا ولا صرفته مع علا؟ مع البيتزا. ليه؟ لان فيرب جيفالن اللي معناه يعجب بيه لما اجي اصرفه بصرفه مع الغير عاقل، فالبيتزات هما الفاعل خدوا ايه ان، لكن هنا بيتزايه واحده خدت تي. اعمل لنا هير جمل تانيه تامرني. حاضر تعال. هقول مثلا دي اورانجن البرتقانات، شميكن لكا طعمهم حلو قوي لذيذ، لكا دي يعني لذيذ. لكن لو قلت دي اورانج برتقانه واحده شميكن لكا طعمها لذيذ. انا اللي عايز اوصله وعمال ادق عليك في دماغك حاجه واحده، ان فيرب جيفالن وفيرب شميكن بيتصرفوا مع الغير عاقل. هي دي المشكله في اللغه عندنا. اه الفيربين ثلاث فيربات دول فيهم ازمه في الموضوع ده. يبقى اورانجن يبقى شميكن، لكن اورانج شميكت. طيب مثلا هقول مثلا دي ها بانانين الموز، يبقى كوستن يتكلف مثلا فونفتسيش اوغو. طب دي بانانين تبقى دي بانانا بقى، بانانا موزه واحده، بانانا موزه واحده كوستت مثلا 5 يورو بخمسه يورو. اللي وصلته لاولادي ان احنا عندنا ثلاث افعال في اللغه الالمانيه لهم حاله خاصه. فيرب جيفالن يعجب بيه، وشميكن يتذوق، وكوستن يتكلف، بيتصرفوا بشكلين مفرد وجمع، والفعل بتاعهم الشيء. انا عايز دي تتكتب، انا عايز دي تتكتب. يا رب تكونوا بخير واكون خلصت الواجب معاكم على خير وسعادة. تشوس.